السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المشاهدين، أهلا بكم أينما كنتم، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله عيدكم مبارك والعقبة الدائرة إن شاء الله. طبعا حبينا أن احنا نشارككم في السهرية هذه نتاع العيد أنا وصحبة الفنان، وبصراحة اللي نحبها هلبة واللي عزيز على قلبي الفنان الراقي عبد الله الأسود. بارك فيك أستاذ خالد، السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، العقبة الداير ان شاء الله للليبيين وللأمة الإسلامية جمعاء ان شاء الله. سهرتنا الليلة يا اخوي خالد فيها مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الفن الليبي ان شاء الله، وفيها تهاني لكل الليبيين ان شاء الله. والفقرة الأولى عندك انت يا خالد. الفقرة الأولى أيوة. طبعا اخوتي المشاهدين، الفقرة الأولى فنانة كلنا نحبوها ونبي نخليها لكم مفاجأة، لأنه كان بنقول اسمها يعني تحسها وكأنه واحد سماكم الأسئلة. الفنانة عيدكم مبروك وإن شاء الله كل سنة وانتم طيبين، ألف تحية وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وربي يتقبل صيامكم وربي يتقبل كل أعمال الخير، ويا ربي يعم الأمن والخير على ليبيا وعلى تونس وعلى كل الأمة الإسلامية. نحبكم برشا ومتوحشتكم برشا، أختكم الفنانة التونسية الليبية نوال غشام. نوال غشام يا اخوي خالد، الحقيقة يعني كانت موجودة دائما في ليبيا ودار صولات وجولات الحقيقة في الحفلات وسجلت الكثير من الأعمال اللي لحنها أخونا الفنان خليفة زليطني ومجموعة من الملحنين، وكان لي الشرف اللي التقيت بها الحقيقة في أوبرية السلام اللي انداع أخيرا، وكان في مجموعة كبيرة من الفنانين اللي درناها في تونس. احنا تمنينا كنت مشاركنا أنت، لكن الحقيقة قلت لي عندي ظرف مسافر في تركيا. احنا عندنا خطة فنانين زي عبد الرزاق تجيل وكذا، خلاص اعتبرني كأني نهاية بالضبط. ونوال يعني تتميز أخوي خالد بالالتزام، أول ما كلمتها لبت النداء ما شاء الله، وكانت موجودة حاضرة وكانت رائعة في أدائها، والحقيقة اللي يعني نوال هذه تستاهل كل التقدير وكل الاحترام. لا شك لا شك هنا عبد الله، طبعا حتى هي قالت نحبكم يا ليبيين برشا، حتى بقولوا لها نحبوك هلبة برشات يا أبلة نوال، وطبعا عارفينك أنت فنانة وراقية وحبوبة، وكنا نحبوك حتى احنا بصراحة، عندك فن مميز وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح يا رب العالمين. وتوا عبودة شنو عندنا؟ تو عندنا الكابتن مصباح شنقب. كل عام وانتم بخير، عيدك مبروك ان شاء الله، تقبل الله منكم القيام والصيام ان شاء الله يا ربي، يكون هذا اخر احزاننا وان شاء الله يعم الامن والامان والسلام لليبيا، وكل سنه وانتم طيبين. تحياتي للفنان خالد كافو وللفنان عبد الله الاسود اللاعب السابق مصباح شنقب، كل سنه وانتم طيبين. ياهو كل ايفان زاميتي جان جو كاميليري جو كاميليري يولف الكشر كبيره والبالون يسبتش في دين مصباح شنقب بمك هرجة تجهيزة وديترميناتا. طبعا كل سنة وانت طيب خونا مصباح، الله لين نتذكر ايام كنا نشجع ونقعد، الله محلاك ومقلينتك، وطبعا انت لاعب ورياضي نحبوك من زمان، وانت رمز من رموز الكرة الليبية، وكل سنة وانت طيب وكل عام وانت بخير خونا مصباح، وعندك رسالة وأديتها على أكمل وجه، منور حبيبنا أخونا مصباح. طبعا مصباح شنقب يا أخوي خالد هو موهوب الحقيقة، يعني حتى في الأمور الفنية، راهو قول لي كيف، هو مش في الكورة فقط، يعني هو تعامل معانا في عمل فني ما شاء الله بإلقاء الجميل. هذه جديدة هي أول مرة يشوفوها، حتى وحتى أول مرة حتى الإخوة المشاهدين. هو العمل إن شاء الله فيه مجموعة كبيرة، عمل اسمه لم الشمل، كان فيه موجود هو وكان معاه الكابتن علي البشاري والكابتن سالم الرواني وكان الكابتن ونيس خير، وكانوا مجموعة من الرياضيين الحقيقة، وكانوا مبدعين جدا وكان أدائهم رائع جدا
فمصباح الحقيقة تاريخ رياضي كبير، ولما نرجع للحراس نتاعنا يا خال تذكر في عبود زمان. الله أنا بالرغم من أنا أيامات عبود كنت صغير، حتى أنا صغير، حتى أنا صغير تجيب لنا في الأسئلة وخليفة أبو نوارة دقيقة بس وخليفة أبو نوارة طبعا نحيي جميع حراسنا سمير عبود ما تزعلوش منا إلا مثلا مصباح شنقب ولا أي لاعب ولا أي لاعب صحيح أي لاعب ولا أي لعيب قديم في أي لعبة رياضية سواء كانت سلة ولا يد ولا كذا وأدى كثير وأدى رسالة حتى ولك من الوجه أكيد حنحترموه حيقعد ديما ذكرى في عقولنا وقلوبنا فعلاش تمشي فيها المهم ما نبيش أنا نطول عليكم ونقصر أخوكم عبد الله شاء لا أنا حبيت نسأل كل الرياضيين ما شاء الله اللي أبدعوا في كرتنا الجميلة طبعا ما يزالوش الرياضيين اللي ما قلنا لهم ما قلناش أسمائهم ولا كذا ولكن حبينا بس كلهم ما شاء الله عليهم إيه بالضبط توا عندنا فنان قدم السنة هذه وشفنا له أعمال فنان حبوب وقنين ونحبوه ولجمهورة الفنان خلنا نفاجئ شوف عيدكم مبروك وكل سنة وانتم طيبين والعقبة اللاير وإن شاء الله يا ربي يعم الأمن والأمان والخير على بلادنا وليبيا قلب يسع الجميع والعقبة اللاير كل سنة وانتم طيبين أخوكم فتحي كحلي ما فيش لزوم تمشيها علاش؟ على خاطر أنا سمحتهم قدام البوليس وقالوا ما عادش عاودوها سمحتهم؟ وجهوا يلا 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 بقلوا بولاني بولاني طبعا سمي هو بالفنان الشامل فتحي كحلول هو المخرج المسرحي الرائع جدا والممثل الجميل الرائع والملحن الجميل والكاتب وكان لي تجربة كبيرة في مع أخوي فتحي كحلول مجموعة من الألحان ذكر فتحي دلالي يا دلالي ومجموعة وأكيد الإخوة المشاهدين والمتلقي يعرف هذه الأعمال الحقيقة فتحي كحلول يعني فتحي كحلول إنسان متميز يعني بإخلاقه وبإبداعه وب لا شك ولكن هو كتب لك أعمال قبلك صح ولا كتب دار أغنية دلالي مش كنا نقولوا فيها مع بعضنا يخرج لكن من دلالي دلالي. يعني من تأليفه هو هي كلمات أول حانة صح عنده أغنية تانية أكيد وعنده أغاني كثيرة فتحي كحلول ما شاء الله طبعا فنان فنان رائع فنان فتحي كحلول فنان وشفناه في مجموعة كبيرة من المسلسلات الآن زنبة الريح والأشياء الجميلة اللي قدمها في شهر رمضان المبارك صراحة يعني فنان محترم وأنا أديت معاه شوية شوية أعمال درنا أنا وياه في رمضان اللي فات درتوا أعمال أنت والسيدة لطفية إبراهيم وحضرتك طبعا الأستاذ فتحي كحلول فنان ملتزم وفنان محبوب وفنان محترم من أصحابه وإحنا نحبوه ونقدروه وطبعا شفنا له أعمال زي ما قلنا من الأول شفنا له أعمال وكذا طبعا هذه متروكه للناس وكذا لكن بالنسبة لي أنا إنسان نحبه وإنسان نحترمه هلبة وتواجه دور أخوك عبد الله شن عندك عندنا توا فنان خلاه مفاجأة أستاذ خالد والله أنت ديما حشيشتك تفرمض الجماعة تقول في الأسئلة بالله ولا أقولها يا سيدي قولها معانا الفنانة الكبيرة الجميلة جدا والرائعة خدوجة صبري كل سنة وأنتم طيبين عيد مبارك سعيد على كل أهلنا وأحبابنا وناسنا وجيراننا وكل ليبيا كل ربوع ليبيا الجميلة عيدكم مبروك وإن شاء الله هيك ديما بالسعادة والفرح والتسامح والحب والسلام وكل شيء جميل لمتنا حلوة إن شاء الله ديما في هذا العيد السعيد كل عام وأنتم بخير وتحية لكل الناس وفريق العمل لهذه اللمة الجميلة وكل شكر للنجم العربي الكبير عبد الله الأسود كل عام وأنتم بخير خدوجة صبري والله لا فكرة هو أنا كنت بنقولك لكن خفت تقولي لا ولا حاجة خفت منك تخلي انت كتبيت شن بتقولي والله كانت تاني فكرة مننا وجبتها مننا توا طلعتي انت بتقولي لي لا لاني خفت منك قلت وانت اوه ابله خدوجة نهارك طيب وكل سنة وانت طيبة وكل عام وانت بخير انت والأسرة الكريمة يا رب ومنورة وراك فنانة عزيزة عزيزة على قلوبنا ونحبوك ونحترموك ونيل الشخص اللي ممكن أكثر فنانة اشتغلت معها أعمال هو أنت
بصراحة نحترمك ونقدرك وانت فنانة محبوبة ومنورة وبارك الله فيك. شنو عندنا توا يا بو؟ لا عندك انت توا خيرك انت لو ما ضربتش ما قلت انت ديما مش عارف شنو وكذا ايوه وانت قلت كبير غير شفتوه انت والله الحمد لله اللي ما عندها شهادة ما نبيش نحكي توا عندنا فنانة تحبوها ولونها مميز جدا وانا واحد من الناس بصراحة حتى انا نحبها ونحب فنها الفنانة خلينا نشوف ان شاء الله كل سنة وليبيا بألف خير والشعب الليبي بألف خير يا ربي ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة والفرح والسلامة يا ربي كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله عيد فطر مبارك يا ربي تحياتي لكم الفنانة اسمها سليم على الدوام وشكرا يا نار طليقة تحرق قلبه كل دقيقة اللي درى فيها يلقاه الحقيقة أختنا الفنانة الكبيرة أسماء سليم فنانة مبدعة ومن الأصوات المميزة جدا في بلادنا ولقت نجاح في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة حتى في الشقيقة تونس وهي موجودة يعني في تونس دائما وكنت يعني محظوظ أني التقينا في كذا عمل أنا وياها الحقيقة وهي كانت سعيدة جدا ودرنا مجموعة أعمال أغاني صباحية وأخيرا كانت رائعة جدا في ملحمة السلام ففنانة كبيرة الحقيقة يا أستاذ خالد بصراحة مهما تقول عليها فنانة فنانة مهما تقول طبعا ما تقدرش توفي لها حقها يعني بالضبط يا سيدي كلنا نحبها احنا أسماء سليم وتوا يا عبودة أنت من بكري وأنت تتكلم تو شنو عندك؟ تو عندنا بإذن الله تعالى شنو؟ الفنانة الفنانة زبيدة قاسم بمناسبة عيد الفطر المبارك نحب نقول لكم العقبة الداير وإن شاء الله عايدين فايزين وإن شاء الله كل عام حيين ونحب نهني عزيزنا وشيابينا وشبابنا وشاباتنا وكل الليبيين من الشرق للغرب نحب نقول لكم كل عام وانتم بخير وربي وحد كلمتنا ويصفي قلوبنا ويهدي نفوسنا يا رب العالمين ويبعد علينا الأمراض والأوبئة يا الله يا كريم كل سنة وانتم طيبين زبيدة قاسم ان شاء الله خير هذا أكيد واحد من الجيران جاي بيحرش فيه هذا أكيد خوك داير عامله كيك وبرحة اسمعي وقولي لا يتفضل يخش المربوح زوبا زبيدة قاسم نهارك طيب فنانتنا الحبوبة والجنينة تعرف يا عبودة ما شاء الله زبيدة ممكن معظم أعمال المنوعات يعني ما بيش نقول أكترها ولا أجلها ولا كذا كانت مع زبيدة قاسم طبعا فنانة حبوبة زبيدة حتى في توتة الله 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 ما شاء الله والله وزبيدة طبعا يا أختنا زبيدة حتى احنا ونحبوك وكل سنة وانت طيبة وإن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والسعادة والسلامة يا رب العالمين منورة منورة يا زوبة ما شاء الله عليها زوبة كل سنة وانت طيبة أختي زبيدة والحقيقة يا زبيدة لما نشوفها كينا تخيل أختي الكبيرة الأم ما شاء الله في جميع أدوارها الجميلة الحلوة في الكنة وأخذت دور الكنة بالفعل جميل جدا والعمارة ومجموعة كبيرة فزبيدة الواحد شو تقول فيها يا أخي خالد والله ما عندك ما تقول مهما تتكلم قلت لك حتى أنا مش حتوفاها حقها طبعا يا عبودنا بنسألك بالله يعني إيه تفضل يا بابا غير فالح في الناس وكذا وعرفهم كلهم وين وش داروا وش ما داروش انت شو داير بحوش بالليل في رمضان للمشاهدين مش لي يعني ايه في رمضان طبعا انت تعرف ظروف ان شاء الله ربي عارفين ظروف الكورونا وكذا انا نقصد في الحوش في الحوش في الحوش ايه في الحوش موضوع الصيام هذا العادي يعني ماشي لي معقوله ما تصير مش تصير قصدي مع العيله ايه طبعا نصيموا مع العيله وقاعدين وما فيش طبعا عصبي انت يا عبوده شويه بالليل شويه والله شويه اخوي خالد ربي يهديك وكان تعطيني انا معك الصغيره الزوزه لا انا ما نحكيش عندي زوز عزايز اكيد كل الليبيين اللي عنده بنات يعرف البنات عزايز اللي عندي ايه لكن ما شاء الله عليهم انا شفتهم الله مصدق قدامك انت لكن قدام ابوه معلش يا باش يطيبوا هم يديروا في حاجه يعاونوا في امهم يديروا حاجه ولا كذا ما كلمش والله كك وماما والو يا بابا جيب لنا ويا بابا مش عارف شنو نبوا ها صغيرين صغيرين ايه صغيرين بقى يقلقوا فيك في التليفون لو جيب لنا مش عارف شنو طبعا هذه لا حلويات ما فيش مسكر السنه جيب لنا هذه وانا طالع من الحاج ما عادش فيه تليفون تو كل شيء مباشر بابا على طول
بالله فكرتني عهودة توا بالله. شنو عندنا يا خالد توا؟ الفنانين؟ لا انا اخر حاجه قلت لي انت تو قول لنا شكون عندك الفنانين من ترى قول لي بعد زبيده شكون ترى عصر 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 ايوه عندنا الفنان خلينا نشوفه. كل عام وانت بخير بحلول عيد الفطر المبارك عادها الله علينا باليمن والخير والبركات. نحب نعيد كل ليبي في كل الدنيا وكل الامه الاسلاميه بهذا العيد ونتمنى في هذا العيد يا رب العالمين يوحد صفنا ويثبت كلمتنا وكفانا دم وكفانا قتل وإن شاء الله ترجع بلادنا متوحدة بلادنا تواكب عصر الدول وتحاول تبني بعد هذا كل الدمار يا رب. إن شاء الله يا رب كل عام وانتم بخير. تحياتي دائما أخوكم الفنان محمد عثمان. الفنان محمد عثمان يا أخوي خالد من الأصوات الجميلة الرائعة. وطبعا يا اخوي خالد ليبيا ولاده راهي فيها مجموعه أكيد كبيره أكيد من الاصوات الجميله. ومحمد عثمان انسان مؤدب جدا وانسان ملتزم ورائع وعنده اغنيته المعروفه هذيك الانسان الانسان حلم الانسان وكان رائع جدا في اوبريت السلام ومن الاصوات الرائعه. نتمنوا له كل التوفيق وكل النجاح ان شاء الله. ما شاء الله. والله يا عمودة فكرتني انت بكلمة ليبيا ولادة. ليبيا ولادة في كل المجالات رأي خالد. فعلا والله فعلا في الطب في الهندسة أكيد. في الفن أكيد. في كل أكيد. شيء في كل أكيد. المجالات أكيد. اللي عندنا في بلادنا الجميلة الرائعة ان شاء الله. اكيد اكيد بإذن الله طبعا. شكون عندنا بعد محمد عثمان ان شاء الله كان سخر الله عندي عندك انت عندك انت يا استاذ خالد. اه عندك انت يا استاذ خالد عندك انت انت ديما ما تقولش ترى قول لهم ترى قول لهم المره هذه كل شيء انت قلتها لي بتفنيصه تو كان غير قلت على بالك تو بحنيه ترى تكون شجاع وقول لهم شكون عندنا تو قول لهم ترى معليش ايه مو انت العريف تو ما فيش فنانه حبوبه قنينه ذاك كان نقولها من زي لما هي شوف مصر تعرفوا عليها انتم بروحكم تعرفوها اكيد تفرجوا. أهلين وسهلين ومرحبتين وشن أخباركم عامكم مبروك وكل سنة وإنتوا طيبين يا ربي نعاد عليكم إن شاء الله بالخير وديما إن شاء الله ملمومين ببناتكم وبولادكم وبحفادكم ويلم يا ربي شملنا من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب ليبيا واحدة يا ربي إن شاء الله يوحد شملنا. ادعوا معنا وقولوا آمين يا ربي. نقول لكم رندا عبد اللطيف كل سنة وإنتوا طيبين عيدكم مبروك إن شاء الله. إن شاء الله يا بنيتي ربي فرجها على هالبلاد ويهدي هالعباد ويخلي البلاد السلام عليها واحسن منها. خالد رندا عبد اللطيف بعد شفناها ما شاء الله وهي كانت موجودة السنة هذه بكثرة يعني شفناها مع صاير شي قصدك بكثرة قول شي قصدك بكثرة يعني بكثرة في كل البرامج مجتهدة هي مجتهدة متألقة الحقيقة وحبوها الناس وكانت يعني وحبتها حتى الكاميرا الفنانة رندا عبد اللطيف من مش قلنا احنا ليبيا ولادة هذه ليبيا ولادة في كل المجالات ما شاء الله احنا عندنا في الاصوات وعندنا في التمثيل رندا ما شاء الله في السنوات الاخيره ابدعت ما الحقيقه غنتش معك. ايه؟ عبد الله ما غنتش معك لا ما غنتش معنا لكن مثلت معي مثلت معك ما خليني نتكلم اي اتكلم عليها قول يا غالي تفضل. اول حاجه نمسي عليك يا رندا ونقول لك كل سنه وانت طيبه انت والاسره الكريمه كل عام وانت بخير وينعاد عليك ان شاء الله بالصحه والسلام هذه اول حاجه ثاني حاجه يا رندا ما شاء الله عليك وانت ديما منوره ومبدعه وطبعا شنو يقول لك ما تعرف صاحبك اللي انت عاشره واللي نسافر معاه واللي كذا طبعا احنا عاشرنا بعضنا في عمل ومع بعضنا وكذا فبصراحه انا نحترمك وراك تعز عليا هلبا. شنو عندك انت ابو تو معنا الفنان الشعبي الجميل اخونا وحبيبنا عصام الطويل. كل سنه وانتم طيبين وعيدكم مبارك ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم الصحه والسلامه وان شاء الله يهم الامن والامان في ليبيا والدول العربيه والاسلاميه يا رب العالمين. تحياتي لكم اخوكم الفنان عصام الطويل. ديما انا وياك خاطري ليلي نموت معاك خاطري يا العزيز علي في جنبك نرتاح خاطري لا حرب ولا سلاح خاطري ما يبعدنا شيء. فنان الرافي عصام الطويل يا سيدي نقول لك كل سنه وانت طيب وكل عام وانت بخير وان شاء الله حتى انت العقبه الدار يا رب وان شاء الله
عايدين فايزين انت وصلتك الكريمه يا رب. طبعا عصام الطويل يا عبوده من الاصوات الجميله عند اغنيه يعني ديما في ذهني ني انا وياك خاطري. خاطري ايوه بالله خاطري أيوة. حاجه جميله هو طبعا من الاصوات المتميزه الحقيقه وهم مجموعه من الاصوات الشعبيه مثل احمد السوكني عصام العبيردي و مجموعة من الأصوات الرائعة وعصام طبعا ودونا كل التقدير والاحترام لأن صوت جميل وصوت رائع وكل سنة وانت طيب يا عصام وإن شاء الله ربي يحفظك. منور خوي عصام منور منور وبارك الله فيك. وتوا عندنا يا عبودة تو عندنا مفاجأة بصراحة تو بنقول لك مفاجأة شنو يعني يا مفاجأة تو قلت لي تو مفاجأة إن مخرجنا الجميل إيه؟ صاحب هذه السهرة الجميلة وهذه الرائعة ما تقوليش لا خليني نقول أنا على التو إيه خليني نقول أنا معليش هاي والمخرج الجميل الرائع ما الشاب ما تقولي إيه خليني نقول أنا معليش ولا أنت ما تقولش أنا نقول يقول إيه المخرج الجميل الرائع الشاب الممثل هو ممثل وحيكون احنا قلنا بكري مش قلنا ليبيا ولاده هذا من الشباب اللي حيتفاجئوا بهم كل اللي بيه الحقيقه الخونة الفنان الشاب الجميل المخرج والممثل حاتم العلاكي. كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك عاد الله علينا ان شاء الله بالخير ان شاء الله ربي يحفظ ليبيا ويحفظ الشعب كله. معكم اخوكم المخرج حاتم العلاقي. شغلي قاعد زي ما هو وقتها كنت انا في طهران بدايات اقول عيله اسره كبيره بيكم حتى المسؤولين في البلاد حتى برا بدهم يحترموا فيها ويقولوا لها شان. حاتم العلاقي هذا طبعا ولدي نعتبر فيه ولدي طبعا الفنان هذا فنان مميز ومخرج وليد حبوب عارفكم انتم المخرجين هذو دائما الجنود المجهولين اللي ما يشوفش فيهم حد يعني هم اللي عندهم رؤيه للعمل وينجح العمل وكذا والفنان فلاني وينشر لك المخرج لا ممكن يعرف كاسم طبعا احنا لنا باعتبارنا خضنا اعمال وكذا نعرفوا طبعا قيمه المخرج في العمل فهذا فنان صراحة فنان راقي اشتغلت معانا السنة هذه مجموعة من الأعمال تقدر تقول فيه شوية دعايات وقفشات يعني بصراحة ما عندي ما نقول فيه حاجة تانية بنقول لكم طبعا هذا الفنان مازال آخر لمسات لفيلم فيلم غير عادي في الدراما طبعا هو مخرج العمل وهو يمثل فيه مع مجموعة وجوه جديدة ما شاء الله عليهم حتنبهروا أنتوا لما تشوفوا بإذن الله في المستقبل الفيلم هذا طبعا الفيلم هذا خدي منهم وقت طويل لأن صوروه في معظم العواصم الأوروبية قريب سنتين أستاذ خالد إيه أكيد إيه 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 فهو توا في اللمسات الأخيرة طبعا للفيلم هذا وإن شاء الله حيجي يوم نتفرجوا عليه وباش تعرفوا أن عندنا شباب بسم الله وما شاء الله نفتخر بهم عبودة مغلقيش أنت تعرف أنا الحقيقة شفت الفيلم وكانت لقطات جميلة جدا وكانت لقطات رائعة الحقيقة الفيلم صور في ليبيا ما تفضحش الفيلم خارج ليبيا ما تحرقش الفيلم ايه وانا عهدت طبعا تشجيعا مني ليه لانه هو زي اخوي الصغير الحقيقة حاتم وللستاف اللي اشتغل معاه والجروب اللي اشتغل معاه انه هو بإذن الله تعالى السنة هذه ان شاء الله وكان من اهل الدنيا ان شاء الله واحنا يعني طيبين هيك مبسوطين ان الفيلم هذا حيشارك به ان شاء الله في مهرجان السينما في تونس الشقيقة بإذن الله تعالى إن شاء الله ونتمنى له كل الخير هو والجروب والستاف اللي يخدم معه شباب رائعين خلية من نحل ما شاء الله يعني ربي يحفظهم وربي يعطيهم كل الخير أي والله وتو يا عبودة شنو عندنا تو يا خلودة عندنا المذيعة والإعلامية والمنشطة الرائعة رجاء صالح. مرحبتين بكم بمناسبة عيد الفطر السعيد نوجه تحياتي للشعب الليبي إن شاء الله كل عام وانتم بألف ألف ألف خير يا رب عيد تسامح عيد محبة عيد وئام وعيد لم الشمل معاكم الإعلامية رجاء صالح حابة نوجه تحية كبيرة جدا للفنان عبدالله الأسود والفنان
خالد كافو على المبادرة الرائعة والجميلة، وكل عام وانتم بألف خير. وتمكين المرأة النازحة والمهاجرة، للحديث أكثر معنا السيدة ابتهال بكير. مساء الخير، صحة فطورك ابتهال. السلام عليكم، مساء النور، صحة فطوركم إن شاء الله. الله يسلمك. مساء النور ابتهال. بداية نحكي لنا على المنظمة. أهلا صالح، أهلا وسهلا بك، منورة الإعلامية والمذيعة ومعدة البرامج والكاتبة رجاء صالح، منورة، وكل سنة وأنت طيبة وكل عام وأنت بخير، وإن شاء الله العيد ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب، ودائما أنت متألقة، بارك الله فيك وشكرا. رجاء، طبعا اخوي خالد عندها يعني برنامج تقدم فيه يعني منوع، ونتمنوا لها ان شاء الله البرامج الكبيره والشو ان شاء الله، ونشوفوها في كل قنواتنا ان شاء الله الليبيه والعربيه، ونتمنوا لها كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. ان شاء الله العالميه والمنشطه رجاء صالح. شكرا. ايوه، شنو قلت لي انت؟ توني قدمت اللي قبلك. سيت انت سير انت بخش فات لازم. لا 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 وين، لا قول تو اكيد تعرف انت. لا لا قول لي، سمي لك انا شويه. لا لا ما تسمي ليش، هو يكتب ومش عارف شنو. لا لا انت قول لي بس، عارفك نسيت غير تو بدي روحك تو. باهي لحظه بس ادري اقول لك اسكت خير. المهم معنا شخصيه ظريفه جدا، يعني مش ظريفه يعني كوميديه ولا كذا، ولكن شخصيه حبوبه اكيد انتم يعني تسمعوا به لكن ما تعرفوش. هو كاتب جنين حبوب، شو بنقول لكم، طبعا معظم الاعمال اللي مثلناها قديمه سواء كانت في قالوها، طبعا مش كلها، ولكن عنده في كل عمل لنا احنا ممكن اقل حاجه 3-4 حلقات. طبعا الكاتب والمعد حسدت عارفك انا. لا والله ما حسدت، ما شاء الله يستاهل كل خير. هو الكاتب والفنان صراحه المبدع عبد الحفيظ سعيد. السلام عليكم ورحمه الله، وكل سنه وانتم بألف خير يا ربي. يا ربي يحفظ بلادنا طرابلس بنغازي وسبها ومصراتة ودرنا وطبرق وجدابيا والزنتان وكباو وكل مدن ليبيا. يا ربي عيد خير وهنا على كل خوتنا الليبيين، يا ربي طلعنا من الغمة، يا ربي رجع الحن والحب في قلوبنا ونطلع من هالكابوس اللي قاعدين فيه يا رب العالمين. ربي يحفظ بلادنا، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. كاتب ومعد برامج عبد يومك الحفيظ. طيب يا أختي الطبيبة والممرضة وفنية التحليل والنظافة في المستشفيات والمختبرات، الحمل عليكم تقيل، لكن الليبية الحرة ديما قد المسؤولية، ولما وطنها يحتاجها ديما موجودة في الموعد. تعرفوا احنا علاش اخترنا صيدلية ذات السواري ولا؟ لأنها فصد بلاد. طبعا الكاتب والشاعر أخونا وصديقنا الأستاذ عبد الحفيظ سعيد، كانت لي تجربة معاه في الأسابيع الأخيرة في عمل جميل جدا ورائع لأورام الأطفال، إن شاء الله ربي يشفيهم جميعا ويشفي كل مرضانا بجاه النبي إن شاء الله. آمين يا رب. والعمل هذا سيعرض إن شاء الله في الفترة القريبة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. ونتمنى له كل التوفيق وكل نجاح خونا عبد الحفيظ. شنو عندنا استاذ خالد تو ان شاء الله؟ تو ما فيش الا صلاه على النبي. اللهم صل وسلم. اخوتنا المشاهدين، تو قاربت الحلقه على الانتهاء زي ما يقولوا اخوتنا المذيعين. طبعا في نهايه هذه السهره بنقول لاخوتنا الليبيين كلهم عارفينكم قاعدين، وعارفينكم كلكم قاعدين في حياتكم، وعارفينكم ان حكايه كورونا هذه قلقتهم مبهدله العالم كله، مش يا غير الليبيين، فمعلش صبر. هو مشى الكثير يعني، باقي احنا نقول شويه والقليل بالضبط، فمعلش تحملوا لنا قعدنا في الحوش. طبعا يعتبر في صالح في صالح الجميع طبعا، في صالح كل عائلاتنا في صالح ووطنك وبلدك في نفس الوقت، في صالح صغارنا وفي صالح
أكيد أكيد طبعاً بنحيي على أخوتنا بالمسيرة، على أخوتنا الفنانين اللي ما اشتركوش واللي ما شفنا لهمش طبعاً الأعمال. إحنا عارفين الظروف وإحنا عارفين، بس ما تقولوش ما نسوناش طبعاً. إحنا نحترمكم كلكم ونجلكم طبعاً، نعرفكم أنتوا زينا زي كل الليبيين، عارفكم كلكم في حياتكم. في اللي عنده ظروف حالة دون أن يقدم أي عمل في المرئية ولا في المسموعة، فإحنا نقدرهم ونشكر الأخوة اللي قدموا معلش واللي عانوا في الفترة هي، سواء كان مهما كان العمل، سواء كان جيد ولا متوسط ولا مقبول ولا كذا، فاحنا نحييهم ونقول لهم شكرا على المجهود، وبالذات في الوقت هذا. كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله ينعاد عليكم يا رب بالهنا والصحه والسعاده. وايضا اتمنى طبعا زي ما قال اخوي خالد لكل زملائي الفنانين في مجال الموسيقى والالحان، وان شاء الله ربي يعطيهم كل خير وربي ينجحهم ان شاء الله، وربي يوفقنا جميعا، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير والعقبة الداير، وربي يحفظكم جميعا وربي يحفظنا من هذا الوباء إن شاء الله يا. وربي يسترنا، وإن شاء الله أقضينا وقت طيب أنا وأخوكم الفنان الرائع خالد كافو، وإن شاء الله سهرة كانت خفيفة الظل إن شاء الله. أي أيوة والله إن شاء الله كنا ضيوف خفاف عليكم بالضبط. وبالنسبة لي أنا نقول لكم كل سنة طيبين وكل عام وانتم بخير. طول ولا كل عام وانتم بخير. يا رب عقبة الدائر خير يا رب، عقبة صبرنا وصفحة طيبة ويوم جديد يا رب، عقبة الدائر خير يا رب، عقبة صبرنا خير يا رب، عقبة صبرنا وصفحة طيبة ويوم جديد يا رب. ولما تشملوا ايد في الايد نقيموها بني وتشييد، نقيموها بني وتشييد، ولما تشملوا ايد في الايد نقيموها بني وتشييد، وبدن المولى كل يصير، وبدن المولى كل يصير، وبدن المولى كل يصير، وبدن المولى كل يصير يا رب. عقبة صبرنا خير يا رب، عقبة الداير خير يا رب، عقبة صبرنا وصفحة بيضا ويوم جديد يا رب. عقبة صبرنا خير يا رب، عقبة الدائر خير يا رب، عقبة صبرنا وصفحة بيضا ويوم جديد يا رب، عقبة الدائر خير يا رب، عقبة صبرنا خير يا رب.